بسم الله الرحمن الرحيم، مع غرس من غراس رمضان وأداء الأمانة. أخي الكريم، أختي الكريمة، هناك صفات معروفة عند الجميع، بعضها قد تقربك لكل الناس ممن حولك، سواء من المسلمين أو غير المسلمين. ها هو معلم البشرية، قائدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، يثق فيه الجميع بشدة، وهذا لأنه كان أمينا وعرف عند الجميع قبل الإسلام وبعد الإسلام أنه الصادق الأمين. لذلك الأمانة هي صفة جليلة، صفة يتحلى بها المسلم أينما كان ومع من كان، لأنه مسلم فهو أمين. وقد يقول قائل أو يتساءل، نحن في زمن قل فيه من يؤدي الأمانة وانتشرت الخيانة، وأقول له: ألا يوجد في هذا الزمان من الناس من يشار إليه بالبنان لأنه أمين أو لأنه صادق أو كذا وكذا؟ ألا يوجد في هذا الزمان من يثق فيه الجميع؟ إذن أخي الكريم، أختي الكريمة، كن من أولئك الأولياء الصالحين الذين يشار إليهم بالبنان، ولا تكن مثل البقية، وافعل ما أمرك الله تعالى. فهو يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.